رحمة الله على برنامج الدحيح. ريست ان بيس معلم، ريست ان بيس على الآخر. الدحيح طلع حرامي 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 حرامي، حرامي. شو هذا؟ الدحيح طلع ملحد 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 برضو. طيب يا معلم، هذا الموضوع اللي أنا بدي أحكي فيه اليوم. قبل ما تشوف هذا الفيديو بدي أعرف أنت قبل الفيديو كله شو رأيك في برنامج الدحيح؟ أنت مع أو ضد؟ بتحبه أو ما بتحبه؟ من متابعين برنامج الدحيح ولا مش من متابعين برنامج الدحيح؟ هل أنت مع وقف هذا البرنامج أو مش مع وقف هذا البرنامج؟ حط لي في التعليقات إيش رأيك، وهل الدحيح فعلا هو برنامج ناجح؟ هل الدحيح فعلا يدعو للإلحاد؟ إلحاد إلحاد أي. وهل الدحيح عن جد سارق سارق سارق؟ هل عن جد الدحيح سارق للأفكار؟ وهل أحمد غندور ضحك علينا أصلا بأنه هو على المصادر اللي عم بحطها هي مش المصادر اللي فعليا عم بجيب منها المعلومات اللي له 3 سنين مع برنامج الدحيح مع AJ بلس، وكلنا عم نحضره وكل المتابعين اللي عم يحضروا هذا البرنامج بيحبوا هذا البرنامج؟ صراحة الموضوع شوي شائك. كل هاي الأسئلة هي أسئلة انتشرت مؤخراً بآخر شهرين عن برنامج الدحيح. بدي أحكي لك كمان بعينك الله، وانت بتحضر الفيديو، بعد ما تحضر هذا الفيديو ارجع على الفيسبوك وحط في الريسيرش أو في السيرش آيكون أو مكان البحث تبع الفيسبوك، حط الدحيح حرامي وشوف شو في بوستات نازل كتير عن هذا الموضوع. مؤخراً نشرت قناة الجزيرة و AJ بلس وأحمد الغندور نفسه بوستات على الفيسبوك وعلى التويتر وفيديو أصلا على التشانل إنه راح يتم وقف هذا البرنامج، اللي هو فعليا برنامج ما حدا بيقدر يحكي عنه، هو برنامج ناجح إعلاميا وانتشارا، له انتشار كثير واسع، وحطوا السبب اللي علشانه تم وقف هذا البرنامج، والسبب كان إنه الخطة الإنتاجية للقناة لهذا البرنامج ما بتسمح بإنتاج هذا البرنامج بشكل أكبر، خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة واللي حاليا كلنا في كل العالم. إذا بدك تحكي لحدا بشوفك بعدين بتقول له عشان الكورونا، بتقول له ليش ما سلمت الشغل، بتقول له عشان الكورونا، ليش مش مبين علشان الكورونا. فسبب الأوضاع الراهنة عم بحكي لك إنه إحنا خططنا الإنتاجية ما بتسمح إنه إحنا نشتغل على هذا البرنامج بشكل أكبر، واللي هي بصراحة أنا من وجهة نظري الشخصية كمحب ومتابع لهذا البرنامج بشوفها مش حجة قوية ومش سبب منطقي إني أنا علشانه عم بتوقف برنامج الدحيح، ومش شايف انه ممكن يكون، يمكن ما يكون هو السبب الصحيح. انا شخصيا من متابعين برنامج الدحيح، حضرت كثير حلقات من برنامج الدحيح وزعلت كثير كثير على خبر انه راح يتم ايقاف هذا البرنامج، بغض النظر انا بحب الشخصية ولا بحب المعلومات اللي فيه ولا بحب طريقة الانتاج ولا بحب طريقة whatever عن برنامج. انا واحد من الناس اللي كنت من متابعين هذا البرنامج، واتمنى انه يلتغي قرار ايقاف هذا البرنامج اذا كان في اشي ممكن يلتحق. واللي انا شايفه من قناة AJ بلس بالوقت الراهن انه عم بيتم ايقاف برامج، صراحة انا بشوف انها ما لازم يتم ايقافها بظل وجود برامج تانية اصلا عم يتم لسه بثها والشغل عليها وانتاجها. من البرامج اللي تم ايقافها الامام في الاسبيتالية او الدحيح في البرنامج تبعه او احمد الغندور في برنامج الدحيح، مع استمرار برامج تانية يمكن تكون اقل انتشارا واقل نجاحا واقل مردود مالي، لكنها لسه عم يتم نشرها من AJ بلس. ما بعرف شو الخطة اللي يمكن يوقفوهم كلهم بس واحد ورا الثاني، بس اللي عم بشوفه هلا اللي تم ايقافهم انجح 2 بالنسبة لي على قناة AJ بلس. بس شو بدنا نعمل، تعددت الاسباب والموت واحد. فعليا انتشرت كثير تحليلات على مواقع التواصل الاجتماعي عن اسباب ايقاف برنامج الدحيح، وهل انه تم ايقافه للسبب الفلاني ولا للسبب الفلاني. منهم ناس بتهاجمه بانه هو برنامج يدعو للالحاد، وهدول المؤيدين بيحكي لك انا بدي اياه يتوقف، وغيرهم اللي بيحكي لك اصلا انه برنامج الدحيح قائم على سرقة الافكار. وهذه باخر شهرين انتشرت انتشار كثير كبير وانتشار كثير واسع على مواقع التواصل الاجتماعي انه الدحيح يسرق الافكار، سواء في حلقة الجوكر او في حلقة مش عارف ايش. ففي يعني لغط كثير حوالين هذا الموضوع، واللي بيحكيه انه او اللي بيحكوه مدعين هذا الموضوع انه الدحيح عم باخذ الموضوع بنحته نحت زي ما هو برسم رسم وبيحكيه، بس ما برجع بحكي لك انه في المصادر انه هدول هم الناس اللي اخذت منهم، لا بحط مصادر ثانيه هو اللي اخذ منها
المعلومات. فهل هذا الحكي اصلا صحيح؟ وهل هو سبب انه احنا نوقف البرنامج علشانه برنامج بنجاح وانتشار برنامج الدحيح؟ ومن الناس او على رأس الناس اللي اتهموا احمد الغندور او الدحيح بالسرقة هو وائل عباس. لقيت للكل اكيد يعني اذا دخل على الفيسبوك راح يشوف هذا الاسم، ومن الناس اللي كثير اتهموه بالالحاد منهم اياد القنيبي او الدكتور القنيبي وقنوات ثانية مثل قناة الشؤون الإسلامية. مش غلط انكم انتوا تشوفوهم او تحضروهم وتشوفوا قناة مكافح الشبهات كمان شو حكت عن هذا الموضوع، اللي حكى عنها كمان قناة الشؤون الإسلامية وغيرها كثير من القنوات اللي دخلت في حوار عن موضوع الدحيح واسبابه وتحليلاته وشو بيعمل وشو بيحكي وليش بيحكي وليش انتشاره كثير واسع وليش يتم تمويله. هلأ الدحيح نفسه نزل على قناة AJ بلس فيديو عن موضوع انهاء برنامج الدحيح، انه بودع الناس يعني انه هي النهايه وانه البدايات كانت كثير حلوه. اكثر كثير الغرفه بتقول انه اكثر كثير في هذا الفيديو عن موضوع ارجعوا للمصادر، شوفوا المصادر تحت، طلعوا على المصادر تحت. ما بعرف اذا هاي رساله فعليا انه احنا مش عم نسرق فعليا وهي مصادرنا موجوده، بس هذا اللي صار في الفيديو. بتقدروا انكم تروحوا تشوفوه ايزلي يعني بسهوله، اكتب على الفيسبوك او سوري على اليوتيوب بيطلع لك الفيديو اللي انا عم بحكي لك عنه. واللي بدك تعرفه انت كحدا قاعد بيحضر هذا الموضوع وبدور على السبب، الناس اللي عم تهاجم الدحيح بانه هو عم بسرق من ناس بحكي لك انه هو راح اخذ معلومات فلان وطريقة كتابة فلان وراح حطها في الفيديو تبعه، وبدل ما يروح يحط اسم فلان نفسه كشخص في الفيديو او في لستة او لائحة المصادر تبعته، راح حط المصادر اللي فلان كان ماخذ منها معلوماته. هل هذا الحكي صحيح؟ وهل هو يعني اشي منطقي؟ وهل هو يخطئ الدحيح نفسه انه هو راح اخذ مصادر فلان؟ طب ما هو ممكن الدحيح نفسه يكون اصلا شاف هاي المصادر او عرف انها موجودة وراح قرأ فيها وطلع المعلومات اللي بده يحكي عنها وراح حكى في البرنامج تبعه عن هذا الموضوع. وهل لو انه عمل هيك هل هذا يخطئ الدحيح لدرجة انه يتم ايقاف البرنامج لهذا السبب ولهذا اللغط اللي تم انتشاره كثير في الآونة الأخيرة؟ لكن اللي بقدر أحكي لك إياه يعني وأنا من محبين برنامج الدحيح بشكل كثير 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 كبير، بناء على المعلومات اللي عم بتكون فيه أو طريقة السرد أو أي شيء أنا حبيته في هذا البرنامج، وما كنت بالمرة مع قرار أنه تم إيقاف البرنامج ولا بأي شكل من الأشكال ولا لأي سبب من الأسباب. ولكن إذا في أخطاء يا سيدي ممكن أنها تتعدل، يعني مش شرط أنك أنت توقف البرنامج كامل والله إذا في خطأ في هذا البرنامج. وأكيد بتوقع يعني 100% زي ما عملت إيمان الإمام في الإسبيتالية ورجعت لقناتها ورجعت تنشر فيديوهات بنفس الطريقة وأسلوبها اللي هي عم تتعامل معه، فأكيد الدحيح أو أحمد الغندور ما راح يوقف وراح يكمل على قناته أو على قناة مختلفة يعملها. لكن خطأ جدا أنه هو بعد اللي وصل له من النجاح الكبير والمتابعة بعدد كبير هائل وطريقة السرد والمعلومات واللي تعلموا خلال الثلاث سنوات اللي احنا عم نحكي عنهم، فغلط كبير انه هو يتوقف. فانا بتوقع بشكل كثير كبير انه هو راح يكمل على قناته، يمكن ما تكون في نفس المستوى اللي كانت موجودة على AJ بلس لانه هناك في تيم هائل كان عم بيشتغل مع احمد الغندور، لكن اكيد راح يكمل في الفيديوهات واتوقع بنفس اسم الشخصية لانها خلص انشهرت وهي شخصيته اصلا الدحيح، ويمكن بنفس الاسلوب وراح يكون بيحكي كمان عن نفس المواضيع. طبعا هي مواضيع متنوعة ومعلومات متنوعة هو عم بحكي عنها. لهون بقدر احكي لكم يا ريت لو تنزلوا لي على التعليقات وتحكوا لي ايش هي اكثر حلقة من الحلقات اللي عجبتكم، اشوف هل هي نفس الحلقة اللي انا عجبتني، وايش اكثر حلقة ما عجبتكم من برنامج الدحيح، نشوف يمكن يكون احنا قلنا نفس الرأي. واحكوا لي انه لو حدا شايف انه في اخطاء عند الدحيح ايش هي الاخطاء اللي هو ممكن يتجاوزها وكيف ممكن يتجاوزها لحتى يصير بصورة أفضل، وياريت تكون الأراء بموضوعية عن هذا الموضوع تحديدا. لهون بقدر أحكي لكم شكرا لكم وأعطيكم ألف عافية وأشوفكم في فيديو جاي، ولا تنسوا تروحوا تشوفوا الفيديوهات اللي قبل والفيديوهات اللي بعد منه إحنا بنحكي عن الدحيح، فخلينا نعمل زيه. لهون بحكي لكم سلام وشوفكم فيديو جاي.